تحالف قائم على الرعاية مقابل الخدمات، هذا هو المبدأ الذي أقام عليه تنظيم الإخوان الإرهابي شبكة علاقاته الممتدة مع النظام التركي منذ أكثر من عقدين. فقد قدم النظام التركي نفسه للعالم الغربي باعتباره النموذج الذي يمكن نشره في المنطقة العربية، وعلى نحو يحقق لنفسه قدرات سيطرة استراتيجية على توجهات وحركة دول المنطقة وكذلك الجماعات والحركات السياسية، بما يخدم مشروع مد النفوذ والاستيلاء على المقدرات. وفي سبيل ذلك أقام النظام التركي علاقات عميقة مع الجماعات الدينية وبالأخص مع تنظيم الإخوان الإرهابي وفروعه بالمنطقة، والذي أوهم العالم بوجود قاعدة شعبية له يستخدمها لتنفيذ الأهداف وتقويض الحركة المستقلة للنظم السياسية للدول العربية. وظل التنظيم الإرهابي يقدم خدمات الترويج للنظام التركي ونموذجه السياسي والاقتصادي بين الشعوب العربية قبل ثورة 30 يونيو، في محاولة لربط مدركات المواطن بهذا النموذج في مقابل تمويلات مالية تركية ودعم سياسي يقدمه النظام التركي للتنظيم الإرهابي في أوروبا. وعقب ثورة 30 يونيو وتخلص مصر من حكم التنظيم الإرهابي، طور النظام التركي والإخوان من تحالف الرعاية مقابل الخدمة، ففي مقابل الرعاية التركية للعناصر الإرهابية الهاربة وتوفير الغطاء السياسي لها، قام التنظيم الإرهابي بتسخير منصاته الإعلامية والسياسية لخدمة المشروع التوسعي التركي في العالم العربي، مع تقديم التبريرات السياسية للتحركات العسكرية التركية وتمويلاتها للعناصر الإرهابية في العديد من الدول العربية. كما يعمل التنظيم الإرهابي على تقديم الدعم الإعلامي والسياسي لكافة الميليشيات والجماعات من دون الدولة الحليفة للنظام التركي بالدول العربية في حركتها لخدمة مشروع هذا النظام، مع العمل على الأرض أيضا، سواء في إطار عملياتهم الإرهابية أو عمليات التشكيك وبث الفتن والإشاعات لمحاربة الأنظمة التي تقف في وجه المشروع التوسعي التركي. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. كما وضحت قبل قليل وكما تابعنا في التقرير الذي انتهى منذ قليل، نتحدث عن طبيعة العلاقة التي تحكم النظام الحاكم في تركيا وجماعة أو تنظيم الإخوان المسلمين. قراءات كثيرة جدا قدمت حول طبيعة هذه العلاقة مع التعقيدات والأحداث التي حدثت خاصة في مصر، بالإضافة إلى ما يجري في تركيا ومحاولة رجب طيب أردوغان التشبث قدر المستطاع بأدوات أكثر وأكثر للحكم وتمرير وجهة نظره. بالأمس القريب تحدثنا عن الأحزاب التركية، لأي مدى هي فاعلة في صنع القرار ولأي مدى مسموح لها بالتواجد في صياغة شكل القرار التركي. الآن نقدم هذه القراءة أيضا المختلفة حول طبيعة فلسفة الحكم التركي حاليا، وما الذي يريده من جماعة الإخوان، ومن يستفيد من من، أم أنه المصالح مشتركة أو قدر الاستفادة مشترك ما بين الجانب التركي وجماعة الإخوان المسلمين. أدعوكم للترحيب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد جمعة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. طبعا حضرتك غني عن التعريف، أنه دايما يعني قراءتك التحليلية بتكون مختلفة وبها الكثير والكثير من التفاصيل المهمة. فسعداء بوجود حضرتك معنا، وأبدأ معك بهذا السؤال الأعم لكي نفهم حقيقة ما يجري أو نفهم حقيقة العلاقة الحاكمة ما بين النظام الحاكم في تركيا وجماعة الإخوان المسلمين. ما هي الفلسفة الحاكمة لتركيا في ظل وجود نظام رجب طيب أردوغان؟ ما الذي يريده؟ ما الذي تريده تركيا أو تسعى لتحقيقه؟ رجب طيب أردوغان والمجموعة المحيطة به الآن تكاد تكون حولت تركيا إلى دولة مذهبية، ومن ثم هي تستخدم البعد القومي في من أجل استعادة نفوذ تركيا العثمانية
في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، وتستخدم البعد الديني من خلال تنظيمات الإسلام السياسي لا سيما جماعة الإخوان المسلمين لإعادة صياغة العلاقة بين تركيا والعالم العربي. وهنا لما بتكلم أقول من خلال البعد الديني واستخدام تنظيمات الإسلام السياسي لا سيما جماعة الإخوان المسلمين، ليس من أجل الانتصار لفكرة العثمانية الجديدة بالمعنى الروحي، أي إعادة تأطير الذهنية العامة المتعلقة بصورة الدولة التركية، وإنما أيضا بالمعنى المادي من خلال محاولة توظيف حالة السيولة في المنطقة العربية لاستعادة بعض أملاك أو بعض ما كانت تمتلكه أو تستولي عليه الدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى في المنطقة العربية، وأيضا ما كانت تتمتع به من نفوذ داخل العديد من الساحات العربية. وهنا لما بقول أنه هذه هي الفلسفة الحاكمة الآن للدولة التركية، ده بيقودني بمعنى، أو خليني قبل أن أحاول أن أوصف العلاقة الآن بين الطرفين، خليني أقول أنه خلال السنوات الأخيرة الحقيقة أردوغان والفريق المحيط به ربما استطاع أن يهمش القيادات حزب العدالة والتنمية البراجماتيين لصالح الأطراف المؤدلجين بشكل أكتر والمؤمنين بفكرة الرئيس الخليفة. طب أنت هنا حضرتك والانتصار لفكرة الأمة. ولهذا يستحضرني الفيديو الشهير للشيخ يوسف القرضاوي اللي بيتحدث فيه عن أنه يتحدث فيه بحماسة في إحدى المؤتمرات كيف أنه أردوغان مؤيد الآن ويقف وراءه الله وجبريل والملائكة، وأنه هو الآن الرئيس الخليفة، وأنه هو من يجب أن يحظى بالولاء ويتقدم له الطاعة الآن، وأنه هو من يستعيد على حد قول القرضاوي مركزية الدولة الإسلامية ويخلط فيها بين العربي وغير العربي ويربط الحياة بالدين وإلى آخره من تلك العبارات التي ساقها القرضاوي. ولهذا نلاحظ شيوع بعض الأدبيات الإخوانية التي تتحدث عن الأمة من جديد، تتحدث عن شيوعها في المنطقة العربية داخل أدبيات المتعلقة بجماعة الإخوان بتنظيماتها المختلفة منتشر على امتداد العالم العربي داخل أدبيات الأدبيات التي تصدر عن جماعة الإخوان المسلمين، لأنه ده هيمهد لسؤال ربما يأتي لاحقا، هل العقل العربي مأزوم ومثل هذه الأطروحات تقدم له حلول ما؟ أنا عارف ممكن المسألة تتشعب مننا، بس علشان نفهم المسألة بشكل واقعي خلي السؤال ده لاحقا أستاذ محمد، وخليني مع توصيف حضرتك أنه أردوغان والنخبة الحاكمة بجواره استطاعت أن تحدث غلبة داخل حزب التنمية والعدالة للمؤدلجين على حساب البراجماتيين. صحيح. وده بيدعم هذا الطموح أو هذا التوجه، لكن إلى أي مدى هذه الأفكار، كل اللي حضرتك قلته ممكن نختصره في كلمة الخلافة من جديد. صحيح. مش كده؟ صحيح. إلى أي مدى طرح فكرة الخلافة من جديد يلقى قبولا في الشارع التركي؟ يعني مثل هذه الأفكار هل لها مؤيدين في الشارع التركي وبالتالي نتحدث عن قواعد تدعم هذه الفكرة، أم أن أردوغان يعزف منفردا داخل بعيدا؟ داخل جمهور الحركة الإسلامية في تركيا تحظى هذه الفكرة، لكن في السياق التركي بشكل عام لا أتصور هذا. إنما داخل جمهور أردوغان، داخل الحركة الإسلامية، داخل تنظيم الإخوان المسلمين في داخل تركيا بالتأكيد تحظى هذه الفكرة. والشاهد على ذلك إنه أردوغان نفسه في مساندته لتنظيمات الإخوان المسلمين في المنطقة، هذه الخطوة تحظى بتأييد قواعد الحركة الإسلامية في داخل تركيا، مش بالضرورة داخل الرأي العام التركي بشكل عام، إنما داخل الجمهور الحركة الإسلامية وقواعد الحركة الإسلامية في الداخل التركي. طب ودي لها الغلبة؟
في الشارع التركي؟ لا، ليس لها الغلبة في الشارع التركي. بالتأكيد ليس لها الغلبة في الشارع التركي. إنما لأنه ذكر حضرتك ربما طرحنا هذه الفكرة معك سابقا، فكرة أنه بعض الناس ذكروا أردوغان بمسألة زيرو مشاكل عندما جاء إلى الحكم. زيرو مشاكل، صحيح. يعني انتقدوه فيها أن أنت وجدت هذا الكم من المشاكل، ما لم تحقق ما وعدت به. يعني زيرو مشاكل اللي بتحولت إلى حد كبير في فترة من الفترات إلى زيرو علاقات، لا سيما على مستوى الإقليم، على مستوى العلاقات العربية التركية. لكن داخل جمهور الحركة الإسلامية في الداخل التركي يحظى إسناد أردوغان للإخوان المسلمين بتأييد. طيب سامحني في السؤال ده، أنا عارف أنه هو ربما يكون شامل وعام، لكن هنرجع مباشرة لفكرة العلاقة ما بين تركيا وتنظيم الإخوان، وإن كان ده مفيد برضو في السؤال اللي هطرحه على حضرتك. مسألة أن العقل العربي مأزوم وبيبحث عن أي بريقة أمل يتشبث بيها، بمعنى إيه؟ أنه أنت عندك مثلا المسألة لم تعد سرا، يعني إيران تتحدث عن الهلال الشيعي، صحيح، وتتباهى بوجودها في أكثر من عاصمة عربية. ده طموح لدولة تبحث عن الهيمنة ومصالحها. تركيا كما وضحت حضرتك تتحدث عن دولة الخلافة الإسلامية وتريد أن تتمدد ربما لمواجهة مثل هذا الطموح. إسرائيل هذا البلاء الذي ابتلينا به تتحدث، لم يعد الحديث خافيا، عن إسرائيل الكبرى. ما أريد الحديث عنه أو التأكيد عنه أنه في أطروحات كثيرة جدا في المنطقة تكاد تعصف بالدول العربية. فهل من الممكن أن يكون هذا الطرح يلقى قبولا لدى العقل العربي المأزوم بطبعة الحال اللي بيعاني من فكرة التراجع ثم التراجع ثم التراجع على المستوى العالمي؟ لا أتصور أنه هو بيجد قبول. يعني احنا هنلاحظ حتى على مستوى الساحة العربية بالعكس في تراجع في نفوذ الإسلام السياسي بدرجة أو بأخرى، خاصة بعد تجربة الإخوان في مصر. بالضبط. وبالتالي من الصعب الإشارة إلى أنه هذا الطرح رغم كل المظاهر الأزمة العربية الواضحة ورغم هذا الضعف في كامل الجسد العربي، إن أنا أقول إنه هذا الطرح يحظى بقبول أو له أرضية يعتد بها في الشارع العربي. لكن مثلما أنه لأنه هو نفسه ملهوش أرضية كبرى في الداخل التركي نفسها، إنما داخل، أنا قصرت الموضوع على داخل جمهور الحركة الإسلامية في داخل تركيا وجمهور حزب العدالة والتنمية في داخل التركي. حتى وإن علت أصوات كصوت الشيخ يوسف القرضاوي داعما ومؤيدا. يعني إحنا أنا أتصور مثلا الشاهد على ما أقول إنه الاعتداء التركي الأخير في شمال سوريا هو لم يحظى بتأييد أحد في الساحة العربية، اللهم إلا تيارات الإخوان المسلمين وعلى رأسهم طبعا الشيخ يوسف القرضاوي ودولة قطر، ومعروف قطر مع من تدعم ومع من تقف، لكن لم يحظى هذا العدوان التركي بتأييد أحد. وهذا يشير إلى أنه هذا الطرح من قبل النخبة الحاكمة الآن في تركيا لا، ليس لها يعني أرضية ما في الساحة العربية. لكن هذا لا يمنع من الإشارة والتأكيد على أن الدولة التركية هنا تستخدم تنظيمات الإخوان المسلمين من خلال بعض تحركاتها، من خلال نفوذها في بعض الساحات، أنه تستخدم هذه الحركات في اختراق عقل وقلب بعض الجماهير في الساحات العربية من أجل الترويج لهذا الطرح. نعم. الحقيقة وهنا اللي بيقودنا بقى لفكرة العلاقة ما بين العلاقة الحقيقة بين الطرفين تنظيم الإخوان. وهنا الحقيقة خلينا يعني نحاول أن ننتهج نهج التحليل العلمي بعيدا عن أي انحيازات أو قراءات مسبقة أو أي انحيازات أيديولوجية. ده عهدنا بيك دايما أستاذ محمد. أشكرك. ده عهدنا بيك دايما. دائما أنا أتصور أنه السياق المفسر للعلاقة بين فاعل بحجم دولة زي تركيا وفواعل ما دون الدولة اللي هي تنظيمات، واللي هنا تنظيمات الإخوان المسلمين أو حتى مجمل فصائل الإسلام السياسي، السياق المفسر بيتحدد وفقا لأربع عوامل أساسية. أيديولوجية أطراف العلاقة. اثنين، مدى التلامس الحاصل بين البنية التنظيمية للفواعل من غير الدولة بالفاعل بحجم دولة، لا سيما أجهزته الأمنية والاستخباراتية. العامل الثالث، طبيعة الدور الذي تؤديه الفواعل ما دون الدولة اللي هو تنظيمات الإخوان المسلمين، هل هي أدوار على مستوى محلي أم على مستوى إقليمي ومستوى أممي. رابع عامل،
اللي هو مدى اعتماد الفواعل ما دون الدولة لهذه التنظيمات على الدعم الخارجي القادم لها من الخارج، لا سيما من قبل هذا الفاعل اللي هو الدولة. لما بتتضافر، طب أنا هستأذنك هنا بس أذكر وحضرتك طبعا غني عن التذكير، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ممكن ينصرف على بعض التنظيمات الراديكالية الدينية أو الإسلامية الصغيرة والبسيطة، لكن تنظيم الإخوان المسلمين تنظيم متجذر في كثير من الدول، متجذر على امتداد العالم، تنظيم عالمي يعني يكاد يناطح الدول، له موارد مالية ضخمة، تواجد مؤثر بشكل أو بآخر سياسيا في بعض الدول، وصحح لي يعني إذا كنت أنا مخطئ في هذه المسألة يعني. فهل الحديث ده ينصرف على تنظيم بهذا العمق وهذه القوة؟ ينصرف على هذا التنظيم أيضا، وينصرف أكثر على الطبعة المصرية من هذا التنظيم إلى حد كبير بوضعه الحالي الحقيقة، يعني بوضعه الحالي عندما تتضافر هذه العوامل الأربعة الحقيقة هذا بيسمح بتوصيف العلاقة بأنها علاقة عضوية وليس علاقة توظيف فقط. لكن لما بتتضافر عنصرين أو يتضافر عنصرين أو ثلاثة بنقول إنه دي علاقة نسمح بتوصيفها بأنها علاقة أو الواقع يشير إنه نمط العلاقة هنا علاقة تحالف أو بناء علاقات وثيقة، لكن هذا التحالف يمكنه أن ينفصم إذا ما تغيرت الحقائق الجيوسياسية في الإقليم. أنا هضرب أمثلة يعني مثلا، أو تبسط الكلام، أو هبسط الكلام يعني مثلا علاقة إيران بحزب الله هل يمكن أن أوصفها أنها علاقة تحالف أو توظيف متبادل؟ لا، هي علاقة عضوية، بمعنى هي تنطوي على التوظيف بالتأكيد وتنطوي على التحالف، لكن هي زيادة، هي يعني لها معنى أبعد من مسألة التوظيف ومسألة التحالف، وإنما هي علاقة عضوية، بمعنى لا يمكننا أن نتصور أنه يمكن أن يعتري هذه العلاقة فتور ما أو يحصل انفصام كامل في العلاقة إذا تغيرت الحقائق الجيوسياسية في الإقليم. حتى لو تغيرت هذه الحقائق لا يمكن لهذه العلاقة أن تنفصل. على العكس من ذلك علاقة إيران بحركة حماس هي علاقة تتوافر فيها بعض العناصر الأربعة التي ذكرتها، ومن ثم هي علاقة تسمح بإقامة روابط وثيقة بتحالف ما، لكن هذا التحالف يمكن أن ينفصل أو أن العلاقة يصيبها بعض الفتور في بعض شفنا إحنا في بدايات ما يسمى بالربيع العربي ولحظة صعود الإخوان المسلمين في الإقليم، شفنا حماس بتستبدل طهران والضاحية الجنوبية في لبنان بكل من إسطنبول والدوحة والقاهرة، وبالتالي وعلى خلفية الأزمة في سوريا وموقف حماس منها فشفنا العلاقة. بعد 30 يونيو جاءت تصريحات واضحة وصريحة لخالد مشعل أنه ما فيش رابط بين حماس والإخوان المسلمين، صحيح إلى حد كبير، وبالتالي هنا الفاء ده يوضح لنا ما أقصده، بمعنى أنه بالتطبيق على الحالة التركية لا، إحنا هنلاقي أنه السياق الأيديولوجي الحاكم الآن في تركيا أو للنخبة الحاكمة في تركيا لا سيما في السنوات الأخيرة هنلاقي أنها تتطابق تماما مع أيديولوجيا الإخوان المسلمين. إحنا شفنا تنظيم الإخوان المسلمين بيحتفل بالذكرى 90 لتأسيسه في إسطنبول مؤخرا قبل عدة شهور، وبالتالي بنشوف النسق الأيديولوجي واحد، بنشوف أنه ما يمر به تنظيم الإخوان المسلمين الآن في تنظيم الإخوان المسلمين في مصر إنه هذا الانقسام الذي يبدو على السطح، وكيف أن الفريقين، الفريق الذي يمثل امتدادا لجناح محمد كمال والذي يقوده الآن علي بطيخ والجناح الآخر بتاع محمود عزت، كلا الجناحين يحظيان بتأييد ودعم أجهزة الاستخبارات في تركيا، ولهذا أتصور فضل. أنا معذرة الوقت بيجري بسرعة، أنا بحاول يعني أستأذنهم في 5 دقايق بعد موجز الأنباء، ما أعرفش إذا كانوا هيوافقوا ولا لا، لكن
على ذكر احتفال الإخوان بذكرى تأسيس تنظيم الإخوان في تركيا، سقوطهم في مصر هل يعني نهايتهم؟ بأنه سقوطهم في مصر لا يمثل سوى حلقة بسيطة، هنا بيأتي أهمية الدعم التركي الآن لتنظيم الإخوان المسلمين، وكيف أنه تجربتهم في تونس ماضية مستمرة، يعني تمر بتجليات مختلفة طبعا عن التجربة المصرية، لكن لهم حضور في المشهد السياسي التونسي بالتأكيد، وفي عدد من الساحات العربية الأخرى غير الحالة التونسية. لكن خليني بقول أنه فيما يتعلق بالطبع الإخوانية المصرية، الحضور التركي فيها هنا سواء على مستوى الدعم سواء حتى على مستوى هندسة الحراك الداخلي داخل تنظيم الإخوان، يعني أنا أزعم أنه أجهزة الاستخبارات التركية الآن ومن خلال ياسين أقطاي مستشار رئيس تركي لها دور كبير في هندسة الحراك الداخلي داخل الإخوان، وفي تقديري أنها تراهن أكثر على جناح علي بطيخ، لأنه معروف عن هذا الجناح أنه كان يسيطر على ما يسمى بلجنتي الصف والخطة داخل التنظيم الإخواني. يمكن توصيفه بأنه جناح إصلاحي؟ لا، جناح بين قوسين جناح ثوري، جناح راديكالي يدعم العمل العنيف ويدعم العمليات الإرهابية، يعني وهو من قاد مجموعات العمل النوعي للإخوان المسلمين. يعني معنى كده أن الإخوان لم يستوعبوا الدرس بعد، أو بمعنى آخر فكرة أنه يعني تعلم من الأخطاء الماضي، وفكرة عايز أقول الاعتذار عن أخطاء الماضي غير واردة بالمرة. لا، الاعتذار يشوف التوقع أنه تجرى مراجعات جذرية على صعيد التنظيم الإخواني ده غير وارد بالمرة. هتجري مراجعات تلفيقية، أو هي جرت مش لسه، يعني هي لم تجري، يعني هي شوف الحراك الإخواني الآن طبعا أنا عايز أفرق بس بين أمرين، الأول في سياق كلامي ما بين أنه أجهزة الأمن التركية تراهن على هذا الجناح اللي هو المتشدد بص هي لم تعد تراهن على الجناح التقليدي لمحمود عزت، مش شايفة فيه أمل الحقيقة، لأنه إلى حد ما متمسك بذات الأساليب القديمة التي ربما لا تتوافق مع التوجهات التركية الآن، ولهذا هي تراهن على الجناح الآخر شايفة أنه أكثر ديناميكية، أكثر تمسكا بما يسمى بالمسار الثوري. ما يسمى بشباب الإخوان ليس لديه رؤية تتخطى هؤلاء، بمعنى أنه تجربة عاشوها. ما هو أي شباب للإخوان؟ طيب، يعني أصلا أنا لاحظ، بص لاحظ أنه ما تعرض له. أنا جاءت الموافقة بخمس دقائق بعد الموجز. نعم. فإن شاء الله يسمحوا لنا بمزيد من الوقت مع حضرتك، هسأذنك نتابع موجز الأنباء مباشرة. مشاهدينا الكرام، إلى زميل أشرف عبد العاطي في انتظار حضراتكم وهذه النظرة الموجزة على تطورات الأحداث. أهلا بكم مجددا، الحديث يستمر مع حضراتكم وضيفنا الكريم الأستاذ محمد جمعة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأجدد التحية بحضرتك مرة تانية أستاذ محمد. شكرا. الحديث حول طبيعة العلاقة ما بين النظام الحاكم في تركيا، لا أقول تركيا بشكل عام، نظام الحاكم في تركيا وتنظيم الإخوان. حضرتك يعني أصلت لبعض القواعد المهمة، وأعتقد أن احنا بحاجة للقاءات ممتدة معك، لأنه صعب الإحاطة بالموضوع ده في حوالي نصف الساعة يعني، لكن استغلالا لكل ثانية متبقية قبل الفاصل كنت أسأل حضرتك على فكرة، هل استوعب الإخوان الدرس؟ هل من الممكن أنه نشهد حالة من حالات الاعتذار عما مضى وتصبح التجربة ما شبيهة بشكل أو بآخر بما يجري في تونس، أم أن المسألة أبعد ما تكون عنها هنا في مصر؟ وده برضو بيوصل لسؤال سألته لحضرتك، سقوط الإخوان في مصر هل يعني نهايتهم تماما على مستوى العالم أم لا؟ شوف، على مستوى المعالجات الجذرية أو المراجعات الجذرية على غرار ما حدث مثلا للجماعة الإسلامية والجهاد في منتصف التسعينيات، هذا أمر غير وارد أن احنا نشهده على مستوى واسع داخل تنظيم الإخوان المسلمين، إنما يمكن أن نشهده على مستوى أفراد
كما حدث في بعض السجون المصرية، وحتى هؤلاء تعرضوا للقمع ماديا ومعنويا على يد قواعد الإخوان اللي موجودين معهم في نفس، وتعرضوا للتشويه والاغتيال المعنوي وأمور كثيرة جدا. التكتيكات التي اتبعت من قبل قيادة الإخوان المسلمين قيادة هذا التنظيم كانت بتستهدف حاجتين: تجاوز تحدي البقاء بعد سقوطهم بعد عقب ثورة 30/6، وأيضا محاولة الحفاظ على التنظيم دون أن تحدث فيه انشطارات أو خروج أعداد كبيرة من التنظيم داخل فئة الشباب. لما نتكلم على شباب الإخوان المسلمين فإحنا محتاجين الحقيقة بعض التفصيل، نسأل أي شباب بالضبط، هل هم الشباب اللي موجودين داخل السجون؟ هل هم شبابهم اللي موجودين خارج السجون داخل مصر؟ ولا شبابهم الموجودين في تركيا وقطر؟ أي من هؤلاء الشباب بالضبط؟ الحقيقة لأنه كل ساحة لها خصوصيتها، لأنه هذا التنظيم بالنسق القيادي بالشكل الهرمي القديم اللي تمتع به تنظيم الإخوان المسلمين، فبعد ثورة 30/6 إلى حد ما هذا النسق القيادي تعرض لضربة قوية، ومن ثم بنلاحظ أنه في قيادات داخل السجون، في قيادات هاربة في الخارج، وبالتالي لدينا أكثر من مركز ثقل للقيادة يرتبطوا فيما بينهم برابطة أشبه بالرابطة رابطة الشبكة يعني. وبالتالي الهيكل التنظيمي التقليدي تقريبا لم يعد موجود. وبالتالي لما نتكلم على فئة الشباب فإحنا محتاجين الحقيقة نفصل شوية. لكن في كل الأحوال القيادة التقليدية للإخوان المسلمين الحقيقة استخدمت عنصر الدعم المادي، وظفته في إطار ما يسمى دائما بالعصا والجزرة لإعادة الجميع إلى حظيرة بيت الطاعة من جديد قدر الإمكان. وبالتالي اللي خرج حالات فردية بشكل عام في طوال تاريخ الإخوان المسلمين لم نشهد هذه المراجعات الجذرية بشكل مركزي تتبناها القيادة المركزية للتنظيم. هذا لم يحدث رغم توالي الأخطاء التاريخية والكوارث التاريخية اللي وقعت فيها. وهذه الخطوة حضرتك تستبعدها، فكرة أن الإخوان يأخذوا خطوة للخلف وبالتالي ستبقى العلاقة؟ لا، خطوة في فرق ما بين خطوة للخلف من أجل كخطوات تكتيكية لاستعادة زمام المبادرة، أو مراجعات جذرية بمعنى إعادة الاعتراف بالأخطاء على صعيد الفكر والممارسة بشكل جذري. أنا أقصد خطوة للخلف لصالح الدولة. لا، ده صعب. لا للأسف. وبالتالي ستستمر العلاقة أقوى وأقوى بتركيا. في تقديري طالما ظل النظام الحاكم في تركيا الآن، في تقديري أن هذه العلاقة ستكون أقرب إلى العلاقة العضوية ولن تنفصم. طيب. لأنه الدولة التركية حولت الإخوان المسلمين إلى أحد أدواتها اللي بتوظفها في سياق سياستها الخارجية في المستوى. طيب. على الإقليم. السؤال الختامي، على أمل إن شاء الله نلتقي بحضرتك مجددا ونعيد طرح الموضوع بقراءات جديدة وتفاصيل أخرى مرتبطة به، هل يمكن أن نتصور أنه تنظيم الإخوان من الذكاء أو من القوة أنه يكون هو اللي بيستغل تركيا؟ لا للأسف. في اللحظة الراهنة تركيا هي من تستغل تنظيم الإخوان، والشاهد على هذا الحملة أو العدوان التركي الأخير في شمال سوريا. عارف حتى داخل إدلب فيلق الشام اللي هي ميليشيات الإخوان المسلمين أو الميليشيات المحسوبة على الإخوان المسلمين هي من تتولى نيابة عن الأجهزة الأمنية التركية التواصل مع جبهة النصرة في داخل إدلب، بحيث تتلاشى الأجهزة الأمنية في داخل تركيا رقابة أجهزة الاستخبارات فيما يتعلق علاقة الدولة التركية بالإرهاب، بالتنظيمات الإرهابية. وبالتالي لا، تركيا هي من يوظف الإخوان المسلمين. طيب، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد، وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى في حديث ممتد. الأستاذ محمد جمعة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. شكرا. نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، وبعده نتحدث عن واحد من الموضوعات المهمة، كشف بترولي جديد في
شركة بترول بلعيم المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول، وبالمشاركة مع شركة إيني في اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة أبورديس بخليج السويس. هذا الكشف سيقدم بإنتاج مبدئي حوالي 5000 برميل نفط يوميا، بما يؤشر إلى نجاحات جديدة تحققها مصر في مجال الطاقة. بعد قليل نتحدث معكم بشيء من التفصيل مع هذا الموضوع مع ضيفنا دكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية. ابقوا معنا.